الرز عشان خاطر انا يعني ست البيت لما تيجي تطبخ اي حاجه مهم جدا ان انا ما اسيبش الرز ده بعد ما يستوي على البوتاجاز بعد ما انا اخد منه كميه الرز اللي انا خدتها. امال اعمل فيه ايه؟ ما اسيبهاش يعني طالما خلصت طبيخ باخد الكميه واسيبه يبرد لدرجه حراره الغرفه وادخله الثلاجه مباشره. لو سبته بعد ما ترد فتره طويله برة التلاجة هو ده اللي بيحصل فيه المشاكل. يعني ولا ساعة ولا اتنين ولا لما نخلص لا أكل ولا بعد العشاء وأخب النهار لا أي أكل طبيخ رز طالما خدت منه واتغديت يبقى وصل درجة الحرارة يعني بيرد لازم أدخله مباشرة التلاجة. سيبين آخر النهار لما توصلوا للعشاء وتيجي تتوضب العشاء تقول لي نسيت أحط الحلة في التلاجة. لا يبقى الأربع ساعات دول كفيلين بفساد المنتج. طب لو جوه التلاجة يقعد قد ايه؟ يعني شلته زي ما حضرتك جوه التلاجة ولا جوه الفريزر؟ جوه الفريزر. الرز بنحط في التبريد ما بيتجمدش طالما انا هاكل منه 3 ايام ورا بعض مفيش اي اشكاليه خالص. طب لو انا وقعدت تسخينه لو انا مسافر ولما ارجع احطه في الفريزر عادي؟ احطه في الفريزر. احطه في كيس نحطه في كيس او نحطه في الاناء اللي هو فيه تغطيه وتحطه في الفريزر. انا برضو في اكتر من سؤال خاص بالادوات لحضرتك. يعني كذا حد بيقول ان في مساله الزيت ان في بعض الحاجات زي ماده التفلون او التفال هي اللي بتعمل رغاوي وان احنا المفروض الطاسه تبقى ستانلس. لا التفلون او التفال او التفلون التفال غير قابل للتفاعل مع المواد الغذائيه سواء كان في درجه الغليان او درجه الحراره.